مساء الخير عليكم مشاهدينا ومشاهدي التلفزيون اليوم السابع من على احدى ضفتي قناه السويس. يعني هنتحدث اليوم مع الشيف خالد البدري اللي هيكلمنا على تفاصيل كتير جدا خاصه باحتفاله بطريقته الخاصه برجال هيئه قناه السويس وموكب المومياوات، الحدث العالمي اللي شاهده العالم كله. في الاول كده شيف، يعني نتعرف بحضرتك وتقول لنا الموهبه تقريبا بدات منين؟ السلام عليكم ورحمة الله. اسمي الشيف خالد البدري، شيف جارد منجي بهيئة قناة السويس. تمام. عمري 40 سنة. يعني قول لنا بقى الموهبة بدأت منين، من يعني من امتى بدأت حضرتك تفكر ان انت تبدأ النحت على الفاكهة، تقدم منتجات يمكن اهالي بورسعيد اغلبيتهم بيلاقوا اعجاب للحاجات اللي حضرتك بتعملها؟ اولا انا بكالوريوس ساعة وفنادق. ثانيا موهبتي كانت الرسم، تعلمت ده من والدي، هو اللي علمني، هو رسام وحببني في الموهبة دي. فلما تخصصت في مجال المطبخ سنة 2004 لما سافرت الغردقة، شفت حاجة عجبتني ان هم بينحتوا على الخضار والفاكهة، فانا قلت ليه ان انا ما طورش من موهبتي مع هوايتي وان انا انحت على البطيخ والقرع والخضار. وحاولت وقعدت كتير ان انا اشتغل على نفسي، والحمد لله بقيت بمسك السكينه زي ما بمسك القلم بالظبط. طيب يعني قول لنا النهارده بقى حضرتك بتقدم او احتفالك الخاص برجال هيئه قناه السويس كان عامل ازاي؟ والله كان طبعا العالم كله احتفل، فانا قلت لازم انا احتفل على طريقتي الخاصه بان انا رسمت ونحت شعار هيئه قناه السويس وحواليه نحت من الورود على البطيخ، وازاي ان انا استغل الوان البطيخ بان انا العب على الاخضر والاحمر والابيض، ان انا ارسم لوحه جميله اكني برسم بالورقه والقلم بالظبط. تمام. طب اخذت معاك قد ايه تقريبا التصميم ده؟ اخذت حوالي 3 ساعات 4 ساعات، بتاخد مني وقت ومجهود لان انا لازم بطلع حاجه بدقه متناهيه، لان اي غلطه هتضيق عباره عن الياف ضعيفه، هتتكسر منك او هتبوظ منك شكل المنظر الجمالي في الاخر. طيب الحدث الثاني بقى العالمي حضرتك بقى يعني احتفلت بيه ازاي؟ الحدث الثاني حدث نقل المومياوات، طبعا ده حاجه شرفتنا كلنا، فطبعا احنا قلنا لازم نحتفل بان احنا نرسم الملك توت عنخ امون، وبرضه هننحت من حواليه بوكي ورد كده وقدام الكاميرا وان شاء الله يعجبكم. طيب اتفضل كده نتابع مع حضرتك. برضه حضرتك بترسم كده، قول لنا كده حضرتك بتعمل ايه؟ انا اوريدي رسمت هون، بفرغ حوالين الرسمه بتاعتي وبرضه اطلع اللون الثاني للبطيخه اللي هو الابيض والاحمر، وابدا ان انا ارسم بالقلم اهو بالسكينه. اعمل ورق شجر رفيع كده، رسمت اول طبقه ابدا افرغ لها،
بالراحه خالص علشان ما اكسرش اي حاجه انا عملتها. ابدا ان انا ارسم ورده ثانيه بنفس الشكل. حضرتك بقى يعني ما فكرتش مثلا ان انت تبدا يعني زي تورث الموهبه دي لبعض مثلا الشباب الصغار وكده؟ اكيد طبعا. اي حد كان بيطلب مني ان هو يتعلم النحت ما كنتش بتاخر عليه. زي ما انا في الاول ما واجهتش اي صعوبه ان انا اتعلم حاجه، كان اي حد ما بيبخلش عليا بالمعلومه، فلازم احنا كمان الجيل بتاعنا ما يبخلش على الجيل الصغير ده باي معلومه. طبعا بدات ان انا اخش مسابقات في مجال النحت، والحمد لله ربنا كرمني معايا 4 ميداليات وشهادات تقدير كتير. خدت ميدالية ذهب وخدت ميداليتين فضة، ومؤخرا كنت بمثل هيئة قناة السويس في مسابقة واخدت المركز الثالث على الجمهورية. مسابقة بقى في النحت ولا؟ مسابقة في النحت. يعني الموضوع مشاع ان كمان بيحصل فيه مسابقات يعني؟ اكيد طبعا. ايه اكتر بقى الفواكه اللي حضرتك يعني بتحبس بقى النحت عليها؟ انا بحب جدا طبعا الشغل البطيخ، لان شغل البطيخ فيه كذا لون زي ما قلت. عن القرع العسل كله لون واحد، فانت علشان تظهر النحت بتاعك عايز دقة متناهية. في فواكه بقى تانية مثلا ممكن يتعمل بيها اشكال او نحت؟ في الجزر، في البطاطس، في البنجر، اي حاجة الالياف بتاعتها قوية، الخيار. لكن الحاجات الرخوية اللي هي زي الطماطم، الحاجات اللي هي ملهاش انسجة قوية ما ينفعش يتنحت عليها. هل استخدام بقى الحاجات دي في يعني في المطاعم والاماكن، هل دي مثلا بتجذب زبون بتعمل كده؟ اكيد احنا مهنتنا بتعتمد ان انت تجذب العين قبل البق. بتعمل معاه بكل حذر علشان ما اكسرش حاجة. عملت وده كده المنظر النهائي للبطيخ.